يعني هو من اول ما بدانا طبعا يمكن بقى لي اسبوع او 10 ايام طبعا كابتن طارق محروس اداني المهام بتاعه المدرب الخط الخلفي الخط الخلفي واهتمام طبعا طبعا بتوجيهاته طبعا في والتنسيق طبعا معاه والتنسيق معاه طبعا هو مدير الفني والتنسيق مع طبعا مع باللعيبه اللي هم موجودين حاليا لان احنا عندنا في المنتخب دلوقتي 14 لعيب 13 لعيب مع المنتخب المصري في واحد لعيب طبعا سامي الجزيره والمنتخب التونسي فدولت الموجودين لكن بقيه اللعيبه مع تطعيم شويه من اللعيبه الموازين من هم 2002 موجودين معانا فبنقدر ان احنا ننسق بين هنا وهنا وعشان لما يجوا بتوع المنتخب يبقى في كله يعني كله انسجام واحد بالظبط. عندنا برضك الفتره اللي جايه بعد هيبدا الدوري طبعا كابتن هيثم يوم 11 عندنا 6 مباريات هنقدر 6 مباريات هتلعبوها تقريبا في كام اسبوع كده؟ 6 مباريات تقريبا في 3 اسابيع تقريبا بتلعبوا خميس وجمعه خميس وجمعه هنلعب في 6 مباريات يبقى 3 اسابيع هنلعب في 6 مباريات 3 اسابيع ديت وربنا وفقنا وطبعا ونعمل نتائج كويسه طبعا دي هتبقى حاجه كويسه طبعا وبعد 6 مباريات ديت عندنا 60 يوم 60 يوم توقف 60 يوم توقف دي فتره كويسه جدا لرجوع طبعا اللعيبه المصابين طبعا في منهج علمي في عندنا مخطط احمال بدا يشتغل مع الفرقه بشكل جيد بس طبعا الاحمال بتبقى مختلفه شويه احنا عندنا مباريات خلاص كمان 10 ايام او 5 ايام فبعد الفتره ديت لما نخلص المباريات ديت هنبدا فتره اعداد 60 يوم مع الفريق طبعا بالاعتماد بقى مع اللعيبه بتوع المنتخب اللي هيروحوا بطوله افريقيا خلاص هيبقى في لعيبه طبعا موجودين معانا معاك هتشتغلوا معاهم مع اللعيبه الموازين بتوع 2002 وموجودين معانا فهنقدر ايه نعمل انسجام بالفرقه والفرقه طبعا يعني كلها عناصر صغيره خبرات في خبرات طبعا في اسلام والمصري واحمد عادل دول طبعا مع المنتخب بس في ناس تانية موجوده دي نخليها يعني نقدر يبقوا موجودين معانا ويستفيد من الفتره الاعداد دي عشان هيبقى خلاص الدوري لان الدوري فاضل احنا يعني عندنا في المباراه فاضل 25 مباراه 25 مباراه بنتكلم ودي ادوار ترتيبيه دي ادوار كلها ترتيبيه المباراه يعني احنا عندنا اول 17 مباراه هياخدوا منهم اول 6 وبعد كده المجموعه هتتقسم وبعد كده الست دول هيلعبوا على اول 4 عشان نروح نطلع الاربعه على الدوري هيبقى الاول ياخد 2 بونت والتاني بونت ونص والتالت نص بونت طبعا لسه لسه ده لسه في لسه في ففي فتره كويسه فنحاول ان شاء الله اللي هو المخزون بتاع الشهرين ال60 يوم بعد ال6 مباريات اللي هتخلص دي ان احنا نبقى في احسن في احسن بقول يا كابتن حضرتك كنت بره الفرقه الفتره اللي فاتت يعني كنت بتشايفها زينا وبتشجعهم زينا وانت طبعا الاخر طبعا محب طبعا للنادي الاهلي واحد افراده يعني واحد ابنائه قصدي يعني الفترة اللي فاتت احنا خسرنا بطولات يعني طبعا ما توفقناش فيها ماتش زي السوبر خسرنا في اخر ثانية ماتش زي الدوري السنة اللي فاتت خسرنا بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك وكسبنا الكأس خدنا بطولة ابطال الكؤوس بداية الموسم شايف الفرقة يعني غياب التوفيق ده هيفضل كتير ولا شايف ان لا 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 خالص ان شاء الله يعني انت شايف زي ما قلت يا كابتن هيثم ان الموسم اللي فات احنا كان عندنا 4 بطولات الاربع بطولات في بطولتين يعني انت 50 50 دلوقتي هو بطولتين واحنا بطولتين يعني الزمالك المفريق منافس بطولتين واحنا بطولتين صحيح لكن الفتره اللي جايه هي يعني كانت يعني سوء توفيق شويه مش سوء توفيق من يعني الحظ حظ الحظ ان انت تخسر يعني ماتش السوبر دوت الكوره احنا كنا اقرب احنا كنا اقرب بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني ماتش السوبر يعني لو في فار الماتش بتاعنا صحيح يعني ده خطا فني ضربه جزاء لل ده في قانون جديد ضربه جزاء لل ده غير الجون اللي جه في اخر الشوط الاول غير الجون اللي جه في بعد الطيب ايوه بعد بالظبط اللي هو بتاع وسام نوار اللي حط ايده على الارض وخد الكوره ده يفرق معانا ده مش مثلا مش مع الصفاره ده بعد الصفاره بسنتين ثلاثه يعني